بخصوص الوقفة التي نظمت من طرف المهنيين وبالإجماع من جميع النقابات المهنية العاملة مطار محمد الخامس، تقرر اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنية ما بين الإخوان من أجل التنديد بالخروقات التي يعرفها مطار محمد الخامس بما يتعلق بالمهنة ديالنا كسيارة الأجرة بالمطار. أنه لا يعقل نحن في 2019 وما زلنا نعاني هذه المعاناة الشديدة، أن المهني محروم من مزاولة المهنة ديالو والرزق ديالو، يقومون أناس أغيار على القطاع بنهب وسرقة الرزق ديالو، وأن الناس التي تزاول هذه المهنة ديال قطع الرزق على المهني بمطار محمد الخامس ناس هم غرباء على المهنة، بما فيهم النقل السياحي والنقل ديال اللوكاسيون ديال الكراء، وكذلك النقل السري الأفارقة، وكذلك بعض المواطنين المغاربة. وبعد معاناة شديدة وبعد صبر طويل دام مدة من الزمن وبعد لقاءات المتواصلة مع المسؤولين مطار محمد الخامس وخاصة عمالة النواصر، وهذه اللقاءات كانت بعدة مرات ولم تعطي الأكل ديالها، يعني ما كانش نتيجة اللي هي إيجابية الصالح المهني باش تغير على الأقل بعض الأمور اللي تصلح الضرر أو على الأقل الجبر ديالو بواحد النسبة. إلا كانوا 10 ديال الحويج على الأقل يحيدوا 4، على الأقل يحيدوا 3، ولكن مع كل أسف أن هذه اللقاءات لحد الآن لم تسفر على أي نتيجة إيجابية، ولهذا تقرر بالإجماع من جميع الإخوان تنديد هذه الوقفة اللي غتكون إن شاء الله لها وقفات أخرى، هي بمثابة إنذار جميع المسؤولين والإدارات عامة بما فيهم المسؤولين ديال الأمن، المسؤولين ديال الدراك، وكذلك على صعيد الإقليم وزارة الداخلية اللي هي عند سلطة الوصاية والرقابة والمواكبة. لما يعني ارتأينا أنه من الواجب عنا كمهنيين أن تكون هذه الوقفة من أجل إيصال المشاكل ديالنا والهموم ديالنا والمعاناة ديالنا إلى جميع المسؤولين، استجابة الأوامر الملكية، لأنه صاحب الجلالة مؤخرا وماشي غير مؤخرا الخطاب الملكي الأخير، ولكن كانت هناك عدة خطابات، ولكن مع كل أسف نرى أن الإدارة لا تستجيب الخطابات الملكية. كيف يعقل أن سيدنا نصره الله تيقول المسؤول بأنه يقوم بالمهام ديالو، ولكن ما تنجيو الأمر الواقع تنشوفوا المسؤولين غائبين على الساحة من ناحية التسيير، أنه ملي تنجيو المطار محمد الخامس مطار معروف دوليا، أن بوابة المغرب على السياح بامتياز وبدرجة أولى، تلقاوها التسيب. هذا عار وحشومة ومعيب من حيث الشكل والمضمون، أنه لا يعقل بأن مطار كبير بهذا الحجم بهذا المواصفات وبهذا الميزة العالمية أنه تكون فيه هذا الانفلات الأمني لا داخل المطار ولا خارج المطار. احنا تندينوا بشدة هذه السلوكيات وهذه الخروقات اللي هي تطعن في المصداقية ديال السلطة بالنسبة لنا، وتنطالبوا بأنه يستجبوا المطالب ديالنا من أجل الحفاظ على العيش ديالنا بكرامة. إحنا الناس تزاول المهنة بكرامة وشرف، ولا يعقل بأننا نكون مقصيين لمن جميع الحقوق. إلا ارتأينا أنه نوقفوا من أجل الحفاظ على رزق يومي لأبنائنا، أننا الأبناء ديالنا ما يضيعوش لنا، لأن إحنا مورانا عائلات وإحنا ناس يعني في حد ذاتها تتحترم القانون في إطار مقنن، تنطلعوا بانتظام، عندنا نظام، عندنا ناس مسؤولين على القطاع، أننا يعني ما تنخالفوش القوانين، احنا تنحترموا القوانين لأن احنا في دولة مؤسسات. وبهذا أختتم الكلام ديالي، ونتمنى أن الرسالة تصل إلى كل مسؤول. هذا مطار محمد الخامس راه عيب وحشومة وعار وشوه البلاد اللي احنا ما رضاوهاش، ورحنا تنحبوا البلاد ديالنا. والسلام عليكم. اليوم هذه الوقفة درنا على أجل كنعانيوا ولينا كنعانيوا من الفقر، يعني وصل الوقت فين غنديروا فايات نحدوا الطوموبيلات ما نبقاوش نخدموا. اليوم دابا اصبح كل شيء كيزول العمل ديالنا، لا النقل المقنن ولا غير مقنن، يعني اصبحت عندنا سيفتين في القطاع ديال سيارات الاجره، فوضى عارمه في النقل السياحي. سيارات النقل السياحي كنطالبوا بالقانون التطبيق، ماشي احنا ما ضد شي حد ينقل ولا ما ينقش، احنا كنطالبوا اطار قانون، وحنا دابا كنضيعوا ودينا هذه الوقفه على اجل نشوفوا هاد الاخوان لهما هضام بالله يدخلوا معنا للحوار وينقدوا هذا القطاع، راه مشى بالفلاس. وهذه سياره هيبه، هاد الكريم كلهم هيبه ملكيه ديال سيدنا نصره الله، وتا شي واحد ما يقدر يمس بهم وتا شي واحد ما يقدر يقرب لهم. وهذا شكرا
الشوب تي في اللي هي ديما كتعانقنا في كترافقنا في جميع المشاكل اللي هي كيغادي اللي كيتعلق بسيارات الاجره. وشكرا للشوب تي في. زعما ضرينا لواحد الدرجه يعني كبيره بزاف. النقل السري يعني بشتى الانواع ديالو، النقل السري تفشى في هذا المطار محمد الخامس، مع الاسف مطار محمد الخامس مطار دولي واجهه وبوابه ديال المغرب وفيها واحد الحاله ديال التسيب كبيره. قلت لك يعني المسائل ديال النقل السري بجميع انواعه، يعني بغيت الافارقه تاجير السيارات ولا حتى هو النقل السري، يعني تخيل كما كان نوع النقل السري موجود في هذا المطار محمد الخامس. وقفنا هنايا كاحتجاج باش نطلبوا من الناس المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار بهذه المسائل اللي كاينه، اللي وقع هذه السيبه حال التسيب اللي كاينه في هذا المطار محمد الخامس. هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا بهذه الوقفه هذه، هذا هو اللي بغينا نوصل الناس المسؤولين، الناس الامن، ناس الدرك الملكي، باش يقوموا بالعمل ديالهم، يقوموا غير بالواجب ديالهم تجاه هذه الوضعيه اللي كيعيشها السائق المهني.